السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية كلية الفارابي جامعة. اليوم إن شاء الله محاضرتنا هي نكمل بيها ما بدينا بالمحاضرة الثالثة اللي كان عندنا جيناس الليشمانية. لا الطلاب وياي اليوم شنو هو اللي راح ناخذه بهاي محاضرتنا اليوم؟ هذا جدول انه احنا تعلمنا نشوفه بكل محاضره، فانه بعدنا بكينجدم البروتيستا وفايلم البروتوزوا. بالمحاضره الاولى اخذنا كلاز الساركودينا، وكان عندنا الانتاميبا هيستولوجيكا اذا تتذكرون، وبالمحاضره الثانيه اخذنا كلاس الماستيغوفورا اللي اخذنا بها ثري جينيرا اللي هي الجياردية والترايكوموناس والبلانتيديوم كولاي. المحاضره الرابعه اخذنا بها جيناس الليشمانيا اللي هي باللون الاحمر. اليوم طلاب راح نتطرق الى جيناس رابع ومحاضرتنا اليوم اللي هو التريبانوسوما. زين نشوف طلاب احنا هذا الجدول هم قلنا احنا حنشوفه كل محاضرة لحين انه نخلصه. نشوف اني اليوم وين بالضبط. احنا اليوم طلاب بي لتريبانوسوما، اسم المرض هو لتريبانوسومياسيز. فمن اجيب لك تعريف لتريبانوسومياسيز، it is a disease caused by trypanosoma species. بس فقط هيك تعرف ليها، it is a disease هو مرض caused by سبب من هو trypanosoma، وتحط يمها species فقط، اي انه هو مرض يسبب اجناس التريبانوسوما وياي. زين التريبانوسوما هذا وين يعيش طلاب؟ هذا يعيش اما بالبلاد اور بالتشو، او انه يظل بالدم هذا الطفيلي، اما يظل بالدم او بالسوائل الجسم اللي هي الدم او اللمف، اوكي، او بالسائل النخاعي، او انه يظل بالتشو يعني ياخذ له فره بالدم ومن ثم يروح يقتل وين؟ بالتشو بالنسيج. وين بالضبط بالنسيج؟ اليوم راح نعرفه بالتفصيل. اذا اليوم اني وين؟ اني اليوم بالتريبانوسوما. هذيك المحاضره كانت بالليشمانيا، خلصناهم. ان شاء الله الاسبوع القادم راح ناخذ بلاسموديوم اللي هو يسبب لي مرض الملاريا وياي. اذا التريبانوسوميسيس از ديزيز كوزد باي تريبانوسوما سبيشيز. زين هذا طلاب الجدول همين احنا تطرقنا له فيما سبق من المحاضرات، لكن اليوم انا دا احكي عن البلاد فلاجيليت. البلاد فلاجيليت يعني معناها الطفيليات اللي دا تبقى موجوده بالدم. زين عندنا هنا الطلاب شنو اليوم راح ناخذ؟ راح ناخذ اما تريبانوسوما بروسي، تريبانوسوما جامبيانسي، وتريبانوسوما كروزي. راح ناخذهم بالتفصيل، نلاحظ هذا التقسيم الثاني لها. شوف الهيموفلاجيليت طلاب انا عرفت انه هي الصوتيات اللي تعيش بالدم. الهيموفلاجيليت هي الطفيليات اللي تعيش بالدم. زين ليش تعيش بالدم؟ خلينا نشوف ليش. ثانيا البلاد فلاجيليت، المحاضره اللي سابقه اللي فاتت كانت التشو فلاجيليت، تتذكروها الليشمانيا، لكن التريبانوسوما طلاب اليوم حنشوفها هي البلاد فلاجيليت. زين البلاد فلاجيليت طلاب راح تقسم الى كم نوع عندي؟ اول شيء طلاب عندي التريبانوسوما بروسي والتريبانوسوما كروزي وياي. اذا بروسي وكروزي. زين البروسي طلاب راح تقسم الى 3 سب سبيشيز اللي هي طلاب من هي تريبانوسوما بروسي بروسي، تريبانوسوما بروسي جامبيانسي، وتريبانوسوما بروسي روديانسي. اوكي اوري سموه روديانسي. زين طلاب اريدك هسه ورقه وقلم يمك او المحاضره تاشر اني شنو راح احط ملاحظات. هذه مهمه جدا جدا هاي الملاحظات، انتبهوا وياي. التريبانوسوما بروسي مو قلنا راح تقسم الى 3 سب سبيشيز؟ لاحظوا وياي التريبانوسوما بروسي بروسي اللي اسم المرض اللي راح يسبب ليها هو اسم المرض اسمه ناغانا ديزيز. شنو اسمه؟ الناغانا ديزيز. اذا من اجيب لك تريبانوسوما بروسي بروسي كوز ديزيز كولد، حتسبب لي مرض نسميه من هو؟ الناغانا ديزيز. جود لهنا. زين فالاحظ الناغانا ديزيز طلاب هو مرض يصيب الحيوانات فقط، only the animals. اذا الناغانا ديزيز هذا وين موجود؟ فقط بالحيوانات. زين هذا النوعين طلاب، هذا النوعين خلينا نشوف شنو فرقها عن هذا. لاحظوا وياي التريبانوسوما بروزي جامبيانسي طلاب هذا يصيب فقط الانسان، يصيب المن؟ فقط الانسان. زين التريبانوسوما بروزي روديانسي المن يصيب؟ هذا يصيب الانسان والحيوان، هذا الثالث هذا يصيب الانسان والحيوان. اذا يصيب فقط الحيوان، يصيب فقط الانسان، يصيب الانسان والحيوان وياي لو لا؟ مهمه جدا. زين لكن ما دام اني جامبيانسي وروديانسي هذول اثنيناتهم طلاب شو نسميهم هذول يسببوا لي مرض؟ شنو اسم المرض؟ اما نسميه المرض الافريقي او نسميه الافريكان سليبنج سيكنس اللي هو مرض النوم الافريقي. عاده مرض النوم الافريقي هو هذا الشائع، فهذا البروسي جامبيانسي والبروسي روديانسي هم اللي راح يسببوا لي الافريكان سليبنج سيكنس. اذا اجيب لك انه التريبانوسوما بروسي روديانسي كوز ديزيز كولد، حتسبب لي مرض شنو اسمه؟
شنو اسم المرض؟ هو الافريكان سليبينج سيكنس او الجامبيان سين. نفس الحاله اذا جبت لك اياه، هو شيء يسبب لي مرض، يسبب لي مرض الافريكان سليبينج سيكنس وياه. زين، اجي على التريبانوسوما كروزي. هذا طلاب الكروزي اما نسميه الامريكان تريبانوسوميسيس او اسميه تشاكاز ديزيز وياه، او انه اسميه الامريكان حسب انه ليش انا دا اسمي هيك، ليش امريكان هنا وليش اسمي افريكان هنا، حسب تواجد هذا المرض بالمنطقه الجغرافيه وياي. اذا هذا الموجود، ذول الاثنين هم موجودين بافريقيا، هذا وين موجود؟ هذا طلاب موجود بامريكا. هسه هنشوف بالتفصيل بمحاضرتنا. زين، اجي على الانترودكشن. هنا يقول لي مقدمه بهذا العلم، انه هو او بهذا الطفيلي عفوا، these species may have amastigote, promastigote, epimastigote and tripomastigote. زين، تتذكرون الامستيغوت والبرومستيغوت؟ امستيغوت والبرومستيغوت هذول وين شفناهم؟ شفناهم بجينس الليشمانيه المحاضره اللي فاتت. هذول الطورين شفناهم بطفيلي الليشمانيه. زين، شنو اللي حيزيد لي اليوم؟ حيزيد لي الابيماستيغوت اند التريبوماستيغوت. حيزيد لي هذول الطورين انا ما شايفتهم قبل، اللي هم الابيماستيغوت والتريبوماستيغوت. التريبوماستيغوت طلاب من اسمه يشبه اسم الطفيلي، تحسوه تريبانوسوما تريبوماستيغوت، تمام لو لا؟ زين، هاي هنا هذول الاطوار وين موجودين باللايف سايكل، لكن انا حشوف اليوم بالتفصيل شنو اللي راح من هذول راح ينفقد وليش. زين، in human trypanosoma of the African form, however, the amastigote and the promastigote states of the development are absent. زين، راح يقول لي هنا بمرض النوم الافريقي، هنا هذول اثنيناتهم راح اشوف انه الامستيغوت، الامستيغوت راح يختفي، وطور البروماستيغوت ايضا راح يختفي. اذا ايش بقى لي؟ طور الايبيماستيغوت والتريبوماستيغوت. هسه حنشوفها يعني اوضح بدوره الحياه اللي انا سويت لكم اياها. زين، هنا الطلاب هذا شنو شرح؟ انا حطيت لك اياه هذا بين قوسين، هذا شنو الشرح؟ هنا الطلاب بده يوصف لي الشكل النموذجي للتريبوماستيغوت لهذا الطور، هذا الطور اللي تشوفون ده اشر اني، هذا الطور هسه راح يعني كانه يشرح لي اياه بالتفصيل. فلاحظ يقول لي هنا تيبيكال تريبانوسوم، الشكل النموذجي مال التريبانوسوم او التريبوماستيغوت ستراكشر از اني لوجيتد سبيندل شيبد، اذا يكون شكله مغزلي ومتطاول اند مور اور ليس تبر both ends. اذا هنا يكون شنو هو؟ مستدق النهايتين. A centrally situated nucleus عند نواة وحدة تتوضع بالمركز and undulating membrane arising from the kinetoplast and proceeding forward along the margin of the cell membrane and single free flagella at the anterior end. شوفوا يعني هنا أنا هذا الحكي كله اللي حكينا هاي تقريبا الاربع اسطر هو هياته هنا. شنو اللي هي؟ دي يقول لي انه جسم spindle shape، ويكون الجسم مغزلي تبر at both end، يكون مستدق بين النهايتين، يكون الاندايلويتنج ممبرين راح ينطلق من الكانيتوبلاست ويمتد الى طول الجسم، ومن ثم راح اشوف البري فلاجيلا. ويقول لي هنا single nucleus situated in the central body of the trypanosome. اوكي، اذا هاي النيوكلياس، هذه هي النواه تتوضع وسط الجسم، وهذا هو الاندايلويتنج ممبرين، اوكي، وهذا هو الفري فلاجيلا، هذا هو الصوت الحر يطلع يعني ينطلق خارج الجسم، وهذا هو الكانيتوبلاست طلاب، هذا هو الكانيتوبلاست اللي راح يبدي من عنده الاندوليتنج ميمبرين والفلاجيلا وياي. فاني اللي اشرت لك اياهم هذول الاربع تاشيرات مهمه جدا، هذول مهمه اوكي. يعني احنا عرفنا انه الامتحان حيكون الكتروني، فانت لازم تتوقع كل شيء يجيك بالامتحان. اني دا اشر لك بالضبط شنو المهم اللي تركز عليه، هذول التأشيرات أنا بالنسبة لي مهمة. زين، هذا الطلاب شنو؟ هذا عبارة عن شكل مخطط يعني ثاني، أوكي، شوف شلون إنه هذا هو الكانيتوبلاست، وراح ينطلق من عنده الأندوتريتيك ممبرين ومن ثم الفلاجيلم وياي. زين، يعني هذول أعتقد هذول التأشيرات واضحة، فأنت كتبت typical shape of trypomastigot، هذا هو مطلوب من عندك، مهم جدا، هذا هو الطور وياي. زين، اجي طلاب على هنا، احنا ذكرنا الامستيغوت وذكرنا البروماستيغوت وايبيماستيغوت اند تريبوماستيغوت. ليش انا دا اسمي هاي الاسماء؟ على اساس شنو؟ ليش ما اقول كلهم هذول امستيغوت؟ ليش ما اقول هذول كلهم بروماستيغوت؟ شوفوا على اساس شنو انا دا اقول هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. الامستيغوت طلاب مثل ما عرفنا انه شكله يكون كروي الشكل، ولا يحتوي على صوت حر، اوكي، لا يحتوي على صوت حر، انه ماكو اي صوت يحرك هذا الطور. عرفت انه هذا الطور وين يتواجد؟ داخل خلايا الماكروفاج، داخل خلايا الدفاعيه بجسم الانسان، هذا الطور راح يختفي بيه، تمام لو لا؟ زين، هذا الطور شنو اسمه؟ امستيغوت. امستيغوت دائم في انه هو اي عضو حركه بيه، امستيغوت، اوكي، ماكو اي طور حركه. زين،
هذا الطلاب هو شنو؟ هذا اذا تشوفون هاي الان، هذا هو عباره عن النواه، هذا هو عباره عن النواه. لاحظ هذا هو من مشابك هذا الكيتي، هذا هو الكانيتوسوم. اوكي، هذا هو الكانيتوسوم طلاب. شوفوا وياي، اذا قلنا بروماستيغوت، هذا البروماستيغوت، لاحظ طلاب وين النواه. هسه انا اريدك تركز وين النواه وين موجود الكانيتوسوم. اوكي زين، لاحظوا وياي هاي النواه الورديه، هنا هم اكو نواه وهذه نواه، مختصر لك اياها حرف ان معناها نيوكلياس، وياي هذه هي النواه. زين لاحظ طلاب الكانيتوسوم، الكانيتوسوم اذا يتوضع امام النواه بمسافه بعيده، شوف، ويتواجد الكانيتوسوم ببدايه جسم الطور. اوكي، فاسميه هذا الطلاب اسميه البروماستيغوت. شوف المسافه بين الكانيتوسوم والنواه، شوف ايش قد اكو مسافه بيناتهم وياي، فهذا الطور اسميه البروماستيغوت. هذا الشيء يقول لي هنا، مطيك فد معلومه، يقول لك هو الانفكتيف ستيج اوف الليشمانيا سبيشيز. اوكي، هو عباره عن طور الاصابه بطفيلي الليشمانيا. زين هنا طلاب شوفوا الابيماستيغوت. اوكي، هذا الابيماستيغوت وين؟ شنو هو الابيماستيغوت؟ شوفوا اذا تشوفوا الكانيتوبلاست ايش قد صار قريب من النواه، بس ستيل هو موجود فوق النواه، بفوق النواه، تمام لو لا؟ اوكي، يعني هذا هو مقدمه الجسم. اوكي، لاحظ انه هو بعد موجود فوق النواه وياي، فهذا الكانيتوسوم. فمن تواجد فوق النواه لكن بشكل قريب من النواه، بعد مسافه بيناتهم مش قدوتها، فهذا شو نقول؟ نسميه الابيماستيغوت. الابيماستيغوت طلاب هذا عاده الطور وين اشوفه؟ هذا اشوفه بالحشره، اوكي، ما اشوفه بجسمنا. اوكي، هذا اشوفه وين؟ بالحشره. هذا وين اشوفه؟ بجسمنا وياي. هذا وين؟ هذا يدخل جسمنا مباشره، يتحول الى هذا، هذا اللي حكيناه بالليشمانيا، تتذكرون؟ هذا الطلاب هذا ابدا ما اشوفه بجسمنا، هذا اشوفه بجسم الحشره. طبعا هاي ملاحظات انا دا احكيها، المفروض كلها تسجلوها يمكم، هاي اسئله كلها من عندها تجي. اوكي زين، اجي طلاب على التريبوماستيغوت. التريبوماستيغوت طلاب شنو فرقه يعني عن البقيه؟ شوفوا اذا تشوف الكانيتوبلاست صار وين؟ صار بعد النواه وياي، صار بعد النواه. هذا الكانيتوبلاست مأشر لك هنا، وهيات النواه، وهذا مقدمه جسم الطفيلي. طبعا هنا يعني الرسم ده يعني مثل مقلوب كانه، بس انا شلون حفرق التريبوماستيغوت عن البقيه؟ يحتوي الاندلوينتنج ميمبرين، يحتوي على الاندلوينتنج ميمبرين وياي، فهذا أنا أقدر شنو أشوف حركة الطفيلي. فلاحظ هنا أنا قالك الـ direction of movement، يعني شون حركة الجسم، يعني شون حيتحرك الطفيلي، راح يتحرك وين؟ يعني الصوت راح يضرب بهذه الجهة، وهو الطفيلي راح يتحرك بهذا الاتجاه. لاحظوا وياي، فهنا المفروض طبعا يعني هذا هو هم بهالاتجاه، هذا راح يمشي الطفيلي، هذا هو الـ يعني اتجاه الحركة وياي. بس انا اهم شيء يهمني انه وين موجود الكانيتوسوم بالنسبة للنواة وياي. زين نكمل طلاب على اللي حنبديه، هو اللي تريبانوسوم بروسي لايف سايكل. شوف انا ايش قلت لك هنا، تريبانوسوم بروسي لايف سايكل يعني البروسي طلاب اللي هي هذا اللي اخذناه، هذا هي دورة حياتهم، هذول الثلاثة هي نفس دورة الحياة وياي، نفس الدورة وياي، لكن هنا منو قلنا حتصيب هنا الانسان والحيوان، هنا فقط الانسان، هنا فقط الحيوان، لكن ك يعني يعني دورة حياة هي نفسها. زين طلاب أريدك تركز الأطوار اللي موجودة داخل جسمي والأطوار اللي موجودة داخل جسم الحشرة وياي. زين لاحظ، خلينا نبدي من هنا بداخل جسم الإنسان. إذا هو إنسان كل شيء ما بيه، جتي الحشرة وعضته وياي، جتي الحشرة والمن عضته للإنسان. فلاحظوا وياي هنا الطلاب، هذه شنو؟ أنا الحشرة من تعضني منين تفوت لي الطفيلي؟ عن طريق الفم مالتها وياي لو لا، أو عن طريق شنية هذه اللي حتسوي لي شفرات بالجلد، وراح تدخل مالتها ال الخرطوم اللي راح تحقن لي بيه الطفيلي. زين هذا الخرطوم اللي راح تدخل لي بيه الطفيلي طلاب هو موجود، يعني موجوده بالغده اللعابيه. الغده اللعابيه ايش بيها؟ وين تواجد الطفيلي؟ بالغده اللعابيه مال الحشره وياي، هاي نقطه ركزها. اذا الطفيلي وين موجود؟ موجود بالسليفر جلاند، بالغده اللعابيه. زين الطفيلي ايش حيسوي طلاب؟ من يجي يعض الانسان، الطفيلي من يجي يعض الانسان ايش يسوي؟ يفرز ماده انتي كوغولانت، ماده مضاده للتخثر، حتى ايش يسوي؟ ما يتخثر الدم ويسد الخرطوم مالتها، لا، حتى تظل تفرز هاي الماده لتمنع تخثر الدم وتسحب دم من الانسان وياي. فهي جتي عضت الانسان، فايش حتسوي؟ راح تفرز هاي الماده الانتي كوغولانت، اوكي، الموجوده بالسليفر جلاند مالتها، فايش دخلت؟ دخلت الطفيلي الى جسمنا، دخل الطفيلي.
زين، يا طور من الاطوار اللي موجوده بالسليفر جلاند دخلت لجسم الانسان، لاحظوا وياي هذا هو الميتاسايكليك تريبوماستيجوت. زين، دخل الميتاسايكليك تريبوماستيجوت. هذا الطلاب الميتاسايكليك تريبوماستيجوت، شوفوا هنا ايش يقول لك، يقول لي هنا راح يبقى بالدم lymph and spinal fluid وياي. اذا هنا هذا الطفيلي، خلي بالك البروسي هذا يظل موجود، الطفيلي بسوائل جسم الانسان اللي هي من هي سوائل جسم الانسان نعرف انه هي الدم واللمف ومادة النخاع الشوكي، السائل اللي موجود بالنخاع الشوكي مالتنا وياي. اذا هذا الطفيلي البروسي ابدا، هاي مهمه، ابدا ما يروح للتشو، فقط موجود وين؟ بالفلويدز مال جسم الانسان. من هي الفلويدز؟ انا هنا معدت لكم اياها اللي هي البلاد ليمف اند سباينال فلويدز. زين، من دخل لي هذا الميتاسايكليك تريبوماستيجوت طلاب، هذا شوف هو حيبقى طور التريبوماستيجوت اوكي، لكن شوف هذا هنا تحسه ضعيف، هذا ايش صار بيه؟ سمن وياي، هذا يسموه سلندر مغزلي، هذا يكون ستامبي معناه سمين وياي لو لا. اذا هسه راح نحكي الدوره اللي موجوده بجسم الانسان، كم طور موجود بجسم الانسان؟ طور واحد اللي هو من هو؟ التريبوماستيجوت وياي، التريبوماستيجوت. من هو الانفكتيف ستيج بالنسبه للانسان؟ من طور الاصابه شنو دخل لي؟ هو الميتاسايكليك تريبوماستيجوت. هنا طبعا نضيف تريبوماستيجوت كلمه ميتاسايكليك تريبوماستيجوت وياي. زين، فدخل لي الميتاسايكليك تريبوماستيجوت، اذا هو الانفكتيف ستيج طور الاصابه. زين، داخل جسمي شنو تحول؟ تحول الى سلندر وتحول الى الستامبي تريبوماستيجوت. اذا اني اي شيء جديد ما شفت بداخل جسمي غير هو نفسه طور التريبوماستيجوت وياي. زين، فنشوف هنا وين التي تي فلاي بايت ذا هيومن. زين، شنو هنا مهمه عندي؟ شنو اسم الفيكتور او الناقل اللي راح تنقل لي طفيلي لتريبانوسوما؟ من هو الفيكتور او الناقل؟ يا حشره، حشره التي تي فلاي وياي طلاب، هذا مهم مهم اوكي. التي تي فلاي بايت ذا هيومن اوكي، عندما هاي الحشره راح تعض الهيومن، ات ويل انجكت ذا سلندر ميتاسايكليك تريبوماستيجوت. اذا هذه الحشره من راح تعضنا شو راح تحقن لنا؟ راح تحقن لنا الميتاسايكليك تريبوماستيجوت. لاحظ وياي، اذا هنا جوا هاي شو تضيف؟ تضيف هاي الكلمه اللي هي التريبوماستيجوت وياي. زين، هذا شنو؟ ويتش انتر ذا بلاد ستريم، راح يدخل الى مجرى الدم اند ذن ترانسفورم، بعدين راح يتحول من طور اللي هذا السلندر راح يتحول الى طور من هو؟ الستامبي اوكي، بعدين ترانسفورم into stumpy metacyclic tripomastigot which enter، بعدين هذا المن راح يدخل enter the lymph and spinal fluid. طبعا هو ليش enter؟ لانه هو مو بس واحد، لانه هو مجموعة طبعا حيكونون راح يدخلون الى الليمف وراح يدخلون الى من هو السباينال فلويدز اوكي. اذا هاي الدوره اللي صارت داخل جسمنا. هنا حتى ما تخربط نفسك تكتب هنا جوا، انا قصدي اني ما كتبت لان اريدكم تعتمدون شويه على نفسكم وتعرفون شلون تكتبون، لانه عادي هم اسئله حتجيك انه تكتب شلون شنو اسم مثلا الطور اللي موجود داخل جسم الانسان. اذا يا طور موجود داخل جسمنا هو التريبوماستيجوت اوكي، او الميتاسايكليك تريبوماستيجوت وياي، فقط هذا الطور موجود داخل جسم الانسان. زين، اجي طلاب هنا على اللي حيصير داخل جسم الحشره. زين، جبتي الحشره هسه حتعض الانسان، ايش حتسحب بالدم مالتها؟ ايش حتسحب يا طور؟ حتسحب هذا الستامبي، هذا السمين اللي هو من هو؟ ستامبي تريبوماستيجوت. داخل الميدجات مال الحشره راح يتحول الميتاسايكليك ستامبي ميتاسايكليك تريبوماستيجوت راح يتحول الى طور شنو اسمه؟ اسمه البروسايكليك تريبوماستيجوت وياي. زين، بعدين هذا من راح تبتلع الحشره راح يوصل للميدجات، بعدين للهايندجات، بعدين راح يرجع الى السليبر جراند مالتها. خلال هاي الهجره طلاب يعني هي حتبلع بالبدايه، بعدين ياخذ فره بجسم الحشره، وبعدين يرد يرجع الى السليبر جراند مالتها، فحيتحول من البروسايكليك تريبوماستيجوت الى الايبيماستيجوت، الايبيماستيجوت، ومن ثم الى الميتاسايكليك تريبوماستيجوت ايضا يرجع. اذا داخل جسم الحشره كم طور اكو هنا؟ اكو ثلاث اطوار اللي هو البروسايكليك تريبوماستيجوت، الايبيماستيجوت، والميتاسايكليك تريبوماستيجوت وياي. لكن بجسمنا شنو اكو؟ اكو فقط طور واحد اللي هو من هو اسمه؟ التريبوماستيجوت. ستامبي سلندر مو مشكلة، المهم اني عرفت انه انت ليش ايش وقت دا يصير ستامبي من يدخل للمف والسباينال فلويد، وبداية هو من دخل كان سلندر. اذا اشوف اني هنا من الحشرة جتي اخذت وجبة الدم من عندنا. زين، when a city fly takes the blood meal from the human، اذا هنا من الحشرة اخذت وجبة الدم من الهيومن،
It was taken. The stampy metacyclic tripomastigot. راح تاخذ هذا الستامبي metacyclic tripomastigot. تمام لو لا؟ Which is found in the human blood. هذا وين موجود قلنا؟ موجود بالhuman blood. Okay. أو بال باللمف من يطلع من اللمف or spinal fluid راح إنه يتحول يرجع إنه سلندر or stumpy. يعني طلاب أبدا مو مشكلة، يعني لا تدخل نفسك بمتاهات، يعني أنا بس مجرد أشرح لك يعني بالتفصيل، بس بالأخير أنا أريد الأشياء الأساسية منك. ليش دا أقول لك لا تذكري لا stumpy ولا سلندر؟ أنا أريدك تعرف إنه أهم شيء الطور اللي موجود بداخل جسمنا هو من هو الميتاسيكليك تريبوماستيجوت وياي، اللي هو من دخليه دخلي اصلا من الحشره. زين، فهنا انا بس يعني للتوضيح، لانه تعرفون انه احنا يعني لازم اني اشرح لكم اكو اشياء لازم تعرفوها، بس انا دا اريد المطالبين انتو بي. فلاحظ من حتاخذ من عندي التريبوماستيجوت راح يتحول الى بروسايكليك تريبوماستيجوت. اوكي، برو دائما البرو في شيء بدائي. اوكي، بروسايكليك تريبوماستيجوت. اوكي، then انتو هذا البروسايكليك راح يتحول انتو ايبيماستيجوت epimastigot finally into the metacyclic tripomastigot in the salivary gland of the insect. المهم عندي تعرف البروسايكليك وين موجود بالميدجات. اوكي، وين موجود بالميدجات؟ عندك الايبي والميتاسايكليك وين موجود بالسليفري جلاند. اوكي، تريبوماستيجوت شوف هنا انا خلت لك بلاد ليمف اند سباينال فلويد، هو هنا راح يتحول بها الطفيلي من سلندر الى ستامبي. انا مشكله عندي اهم شيء تعرف انه هو التريبوماستيجوت هو موجود في زوائل الجسم. اذا هنا كم طور موجود؟ فقط تكتب الميتاسايكليك تريبوماستيجوت. هنا كم طور اكو؟ ثلاثه، اولا البروسايكليك تريبوماستيجوت، الايبيماستيجوت، والميتاسايكليك تريبوماستيجوت. اوكي، هذا وين موجود؟ موجود بالميدجات. هذا وين موجود؟ موجود بالسليفر جلاند. هذول اثنيناتهم الميتا والايبي، مهم هذول جدا مهمه، طولت هوايه بيهم حتى تفتهمها. طبعا التريبانوسوما كروزي طلاب، انا مو هسه اخذ البروسي الكروزي طلاب، هي نفس الدوره بس حنشوف شنو اكو حيزيد بجسم الانسان، يا طور اكو بجسم الانسان حيزيد. كمل وياي. فشوف هنا طلاب هذه دوره حياه اخرى انا حطيت لك اياها، خاف انت ما فهمت علي من الدوره اللي شرحتها. فلاحظ وياي هذا، اذا تشوف هذه نص دائره، هذا النص دائره كاتب لك هنا تي تي فلاي، هذه الدوره اللي موجوده داخل جسم الحشره. هذا طلاب اذا تشوفون هذه البنيه هنا، هذه هو شنو داخل جسم الهيومن، هذه نص دائره هو داخل جسم الهيومن. فلاحظ وياي ان هنا مسطر لك السوائل هي الليمف والبلاد، الليمف بلاد. فهنا يعني انه الطفيلي هذه سي اس اف، انه هذا همين السباينال فلويد، انه الطفيلي يتواجد فقط بسوائل جسم الانسان. فيعني هذه دوره اخرى لدوره الحياه، انا كاتب لك لايف سايكل اوف تريبانوسوما بروسي. اذا ما فهمت علي فممكن ترجع لهذه وتشوف هنا التاشيرات الموجوده. زين، هنا اني همين رديت عدت هذا، طبعا السلايد كان عندكم موجود المفروض بماده العملي، بس لانه احنا العملي ما ناخذه، نركز على الجزء النظري. وعموما اني اصلا يعني دا انطيكم شيء بحيث شيء مبسط اساسا، ودا اختصر هواي من الماده. فلاحظ انه هذه الدوره اللي موجوده داخل جسم الهيومن هي وين؟ يا طور موجود بها التريبوماستيجوت ستيج انسايد ذا هيومن بلاد. واشوف هنا أن هذه الفلاي هوست اللي هو نظيف الحشره، منو يا اطوار موجوده بها؟ انا رقمت لك اياهم 1 2 3. طبعا حتشوف بالهوم وورك حيكون راح نتعلم على هذا الشيء اسمه جدول، انا طالبتكم بالليشمانيه جدول، وحنشوف الجدول حيظل يمشي ويانا حتى نعرف شنو اكو يا ستيج اللي موجوده داخل جسم الانسان داخل جسم الحشره. فهنا انا اصلا معدت لك اياهم الاطوار اللي موجوده داخل جسم الحشره، لكن من هو الانفكتيف ستيج بالنسبه للانسان؟ يا طور اللي حيدخل الى داخل جسم الانسان هو من هو الميتاسايكليك تريبوماستيكوت، هذا هو الثالث، هو الانفكتيف ستيج بالنسبه للهيومن. اوكي، رجاء انت ودا تقرا الشرح او انت ودا تقرا المحاضره، عندك ملاحظات مباشره تكتبها حتى من يفتح لنا الشات اللي مسؤول عن او الخاص بالاسئله والاجوبه، اتمنى انه تطرحوها حتى نتلافى كل الامور المبهمه بالنسبه لكم. زين، هسه اجي طلاب، انا تذكرون من اخذت هذا طبعا ما حتطرق له باعتبار انه يصيب الحيوان، بس انه تعرف لي البروسي بروسي هو اللي يسوي لي ناغانا ديزيز، اما يصيب اونلي انيمالز. اوكي، هسه حاجي اخذ هذا وهذا بالتفصيل، وهذا حاجي اخذ بالتفصيل. زين كمل.
راح اجي طلاب على الافريكان تريبانوسومياسيس اللي اهم انا اسميه اسم الثاني له، اذا الاسم ديزيز اما تقول لي اسم المرض هو اما الافريكان تريبانوسومياسيس او الافريكان سليبنج سيكنس، مرض النوم الافريقي. اوكي، منو اللي سبب لي هذا المرض؟ انا عرفت حطيت لكم اياه تذكرون بين قوسين ذاك السلايد اللي هو تريبانوسوم بروسي جامبيانسي اند تريبانوسوم بروسي روديانسي. اوكي، are causative agents of African trypanosomiasis. إذا هما العوامل المسببة لهذا المرض. Okay. Transmitted by insect bites. Okay. هذا المرض شلون ينتقل؟ هل أنا حشرب مي ملوث أو آكل أكل ملوث؟ أبداً. هذا الطفيلي أو هذا المرض راح ينتقل لي عن طريق من هو؟ الضار مال الحشرة. من هي الحشرة؟ الفيكتور. شنو اسم الفيكتور؟ الناقل. الفيكتور هي معناها الحشرة وال أو الناقل نسميها. هي the vector for both of its TT fly. إذن يقول لك للنوعين هذول اثنيناتهم منو اللي تنقل ليهم يا حشرة؟ حشرة TT fly. هذا مطالب انت بيه مهم. إذن هذه هي طلاب حشرة TT fly. زين الباثوجينيسيس طلاب شنو هاي يعني الامراضية مال هذا الطفيلي؟ ايش حيصير بينا من نصاب بهذا الطفيلي؟ زين التريبوماستيغوت، هذا التريبوماستيغوت هذا الطور اللي هسه شفناه البي الاندايلويتين ممبرين سبريد فروم راح ينتشر من السكن through the blood to the lymph node and the brain. اوكي، اذا هذا الطفيلي ايش حيصير بيه؟ هذا اللي دخل لنا هذا الطور، هذا يقول لي راح ينتقل من الجلد ويمشي بالدم الى ما يوصل لللمف، ومن ثم اللمف راح ياخذ ممكن انه يدخل السباينال فلويد السوائل النخاع الشوكي، ومن ثم من يدخل النخاع الشوكي معناها وين حيوصل؟ معناها حيوصل للبراين مالتنا للدماغ. زين فلاحظوا وياي بعدين راح يدخل اللمف نود اند ذا برين او يدخل انه العقد الليمفيه. هسه حنمشي بعد وتفهمون ازيد. ذا تيبيكال سليبنج سيكنس يوجوالي بروجريس تو كوما. كوما طلاب معناها هنا عندنا هاي غيبوبه، الكوما معناها غيبوبه. الشخص عادة من اللي ينصاب بالدماغ عندنا شو يصير بيه؟ يصير عنده يعني شلون انه يقوم ما يركز او انه يدخل بحالات غيبوبه او عدم وعي، يعني حقيقة انه هذا الشخص يصير عنده فاي. يعني شرحنا شنو حيصير بالضبط بالمرض؟ اذا الطفيل يعبر الجلد يروح للدم يروح لللمف يروح للعقد اللمفيه يروح للدماغ، من راح للدماغ حيسبب لي التهاب بالدماغ، يدخل الشخص بحالات غيبوبه. اوكي، هاي الحالات حنشوف اكو شيء اسمه acute and chronic. فخلينا نشوف ان acute form cyclical fever spike approximately every 2 weeks. هنا الشخص حيصير عنده فد يعني شلون دورات من الحراره، حيصير عنده سخونه قويه بعدين تختفي وترجع لورا اسبوعين. فلاحظوا وياي يعني متقطعه حتكون. زين فلاحظوا وياها بالنسبه للباثوجينيسيس. لكن اجي هنا انا حقيقه كلش اختصرت من عندها بشكل كلش كبير واشرت لك اللي باللون الازرق هذا اللي نريده احنا. فلاحظ طلاب التريبانوسوما ابروسي جامبيانسي اند هنا رقم 5 التريبانوسوما ابروسي روديانسي. اوكي، هذول الاثنين هم قلنا اللي سببوا لي مرض النوم الافريقي، لكن لاحظ بالجامبيانسي ولاحظ بالروديانسي. هذا قلت الجامبيانسي فقط يصيب الانسان، الروديانسي قلت يصيب المن الانسان والحيوان وياي لو لا. زين لكن هنا طلاب الجامبيانسي هنا شو يقول لي هذا بي طور اكيوت وهذا بي طور كرونيك. نأشر ونترجم شنو معنات اكيوت فيس؟ هاي معناها الطور الحاد. شنو معناها الطور الحاد؟ يعني الطفيل تو دخل جسمنا، الانسان شلون حيستقبل جهاز المناعي هذا الطفيلي؟ شلون حيهاجمه كذا؟ هذا يسميها الاكيوت فيس. لكن طلاب الكرونيك فيس هذه معناها الطور المزمن. يعني شنو؟ يعني الانسان يظل الجهاز المناعي دافع ويستمر يستمر يستمر المرض لفترات طويله، هذا الطور المزمن. هذا الطور الحاد يعني بعد فتره الحضانه شلون حيستقبل الجسم هذا الطفيلي. زين شنو اللي حيصير عندنا طلاب؟ من اسالك طبعا شفت اكو فدتكم شويه ضعف من تسلمون الواجب من اقول لك explain briefly the pathogenesis مثلا of فلان مرض. فهنا من اقول لك مثلا explain briefly the acute phase of trypanosoma brucei gambiensi، انطيني امراضيه او السيمبتومز ممكن اقول لك مال التريبانوسوما بروسي جامبيانسي للاكيوت فيس للطور الاكيوت. زين هذا الاكيوت فيس شنو؟ اول شيء بالمكان اللي عضتنا به الحشره راح يصير عندنا قرحه ulcer at the site of the bite. اوكي اور فلاي بايت، هاي نأشر رقم واحد، هاي رقم واحد. اثنين بعدين ايش حيصير عندي هنا؟ الليمف نود ار انفيدد، العقد اللمفيه ايش حيصير بها طلاب؟ راح تنغزي، راح يغزيها الطفيلي.
زين، رقم 3 حيصير عندنا فيفر، حتصير عندنا سخونة. رقم 4 muscular pain، راح يصير عندي شنو هو muscular pain اللي هو شنو هو ألم بالعضلات حيصير عندنا. بعدين and lymph node enlargement حيصير عندنا راح العقد الليمفية مو غزاها الطفيلي، زين هذا حيقوم يتكاثر بيها، ايش حتصير بيها؟ راح تنتفخ، enlargement راح تنتفخ. اوكي بعدين ايش حيصير عندنا هنا؟ هاي الصفة كلش مميزة طلاب، يصير عندنا swelling of the posterior cervical lymph nodes، حيصير عندنا انتفاخ. swelling معناها انتفاخ، of the posterior cervical lymph node العقد الليمفيه العنقيه الخلفيه. هسه حشوفك اياها وين صايره. شوف هاي الاعراض، اذا اول شيء صارت عندنا alter at the site of the bite. اوكي هاي عندنا صارت عندنا قرحه بمكان عضت الحشره، تمام لولا؟ زين حيغزو هسه العقد الليمفيه. زين طلاب العقد الليمفيه هنا صار عندنا، انت تعرف انه تحت منطقه تحت الابط اكو عقد ليمفيه، بالرقبه اكو عقد ليمفيه. زين ايش قايل لي راح تنتفخ العقد الليمفيه العنقية الخلفية. شوف هذا شخص، هذا وجهه من الأمام وهذا هو شعره، هاي خلف رأس الإنسان هذا الشخص. شوف العقد الليمفية الخلفية العنقية وياي شلون صارت انتفخت هذه العقدة وياي. طبعا هذا الشخص قلنا بعدين انه هذا من التهبه العقد الليمفيه، هسه راح ندخل بالكرونيك فيس، راح اجي اقول لكم هاي الصوره شنو معناها. اوكي فلاحظ وياي، اذا هذا رقم 1 بعدين 2 3 4 5 وهذه 6. اوكي فهنا ايش يقول لك؟ يقول لي من راح تلتهب هاي العقد الليمفيه العقديه الخلفيه، هاي اشاره كاركترستيك اوف جامبيان سليبنج سيكنس. اوكي هاي اشاره بالضبط لهذا المرض. زين من هذا الشخص صارت عنده بيه كل اعراض هذه، توه دخل الطفيلي زين، وقاموا ينطوا ادويه وما ادري شنو هذا، او جسمه بدا يقاوم. شوف الكرونيك فيس شلون حيصير عنده طول المزمن، يعني حيظل عند الطفيلي. احنا ايش نقول له؟ يقول له اوفر فيو ييرز، بعد يعني عدة سنوات كرونيك ديزيز بروجريس، بعدين هذا ايش حيصير بهذا المرض؟ راح يبقى يستمر تو ذا سي ان اس. احنا هنا طلاب احنا مو قلنا انه يصيب الدماغ اذا دخل اللمف ودخل السباينال فلويد السائل الشوكي، فهنا with المرينجيو انسيفالايتس. هنا الاغشيه طلاب تعرفوها انه احنا سامعين ان الاغشيه اللي تحيط بالدماغ نسميها السحايا. اوكي فهنا يصير عندنا التهاب بسحايا الدماغ. mental retardation هنا يصير الشخص عنده شلون التخلف العقلي، يعني مثلا من تحكي وياه ما مركز هو اصلا وياك، او يتصرف التصرفات يعني ما موزونه. and general deterioration هنا يصير عندنا يعني تدهور عام في صحة الجسم. The patient may become difficult to obtain response، يعني إذا من أنت تحكي وياه أنت ما راح تتلقى إجابة من هذا الشخص، يعني إنه هو أصلاً يعني ما راح يجاوبك، يعني difficult to obtain response يعني بصعوبة راح يحصل على يعني تحصل منه استجابة. أوكي هنا كوماتوس، هنا state راح يدخل بحالات غيبوبة أصلاً لأنه الدماغ عندنا تعب كلش. death حيصير عندنا، ليش death؟ لأنه الشخص ممكن هذا يعني من يعني يقوم بعد ما يركز هو شو وقت جوعان، هو شو وقت عطشان، يصوم عن الأكل ممكن. أوكي فإنه يموت من الجوع ممكن. هنا شنو يقول لك؟ عندك other infections ممكن إصابات أخرى يصير عنده such as pneumonia. هنا شخص حيصير عنده سل ممكن. اوكي هذا طبعا هاي بحالات secondary infections نسميها، حيصير عنده نيمونيا سل، مرض سل حيصير عنده. فانه هو اذا فعلا تدهور عام بصحة الجسم. فمن اقول لك explain the chronic phase of a trypanosoma abruzzi gambiensi، من هي الكرونيك فيز طلاب؟ اذا هي اولا المنينجيو انسيفالايتس، هاي اولا. اثنين المنتال ريتارديشن تخلف عقلي، جنرال ديتيريوريشن اللي هي تدهور عام، وهنا يقول الشخص يصير عنده difficult to obtain response. هنا شنو تشوف؟ فشي صح تقدر انت تعبرني من عندك بس بليز بطريقه صحيحه. والدث هنا الشخص بعدين يموت، هاي بالنسبه له. فلاحظ هاي صورة انا شنو حطيت لكم؟ طبعا هذا الشخص المسكين داخل مرحله غيبوبه، لاحظ انه حتى انه ما يركز هنا شلون يعني يطلع من الفم مالته اشياء، يعني انه هو حتى ما يركز انه هو شلون دا يتصرف او شنو دا يطلع من عنده، انه هذا الشخص داخل مرحله الكوما، مرحله غيبوبه.
زين، اجى طلاب على تريبانوسوما روسي روديانسي. طلاب هذا الروديانسي حقيقة يعتبر اخطر من الجامبيانسي، اوكي؟ اذا هذا اخطر من هذا، يا هو الاخطر، هاي مهمة، يعني انصح ده احكي لك اياها، بس لازم تعرف شنو المهم وشون حتجي الاسئلة. هذا اخطر، ليش اخطر؟ احنا قلنا الاول هذا الجامبيانسي يصيب فقط الانسان، اوكي؟ يعني اذا شخص مصاب مثلا من العائلة، ممكن عائلة اللوخ ما بها شخص مصاب، فالحشرة مثلا اذا جتي اخذت دم من العائله اللي ما بها احد مصاب ما راح تنعدي وياي. لكن هنا طلاب هذا شنو قلنا؟ هذا يصيب الانسان والحيوان، يعني ممكن ينقل اياه من الحيوان للانسان وياي، او من الانسان ينقله للحيوان وياي. زين، هذا طلاب الطور ما بي شيء اسمه كرونيك واكيوت، هذا كله اكيوت. هذا اول ما يفوت جسم الانسان يدهور الانسان، يصير مرحله راسا يصيب الدماغ وياي. هذا the disease cause is more acute، هذا كلش حاد، كلش خطر. rapidly progress، هذا كلش بسرعه يتطور المرض. usually fatal، عاده يكون مميت، هذا اصلا ما يلحقون على الشخص. هنا ليش؟ هنا يقول لي الاعراض اللي شفناها بالطور الاكيوت مال هذا الجامبيانسي ما راح اشوفها هنا. تتذكرون من قلنا انه سويلنج للبوستيرير سيرفيكال ليمف نود، العقد الليمفيه؟ طلاب هذا هنا يقول لي انكومن، اصلا ما موجوده. الليمفوادينوباثي، الليمفوادينوباثي معناها التهاب بالعقد الليمفيه، هذا اصلا ما حشوف بيه وياي، يعني ما حيعطيني اشارات انه هذا الشخص ترى مصاب بالتريبانوسوما، اوكي؟ لا، هنا يقول لي بمرحله مبكره early in the infection CNS invasion occurs، هنا راح شنو يصير عندي؟ مرحله مبكره راسا راح ينصاب من هو عندنا الدماغ CNS هنا، اوكي؟ السنترال نيرف سيستم معناها هاي CNS، هاي مختصر السنترال نيرف سيستم، اوكي؟ هنا حيصير عندي الليثرجي، وحيصير عندي الانوركسيا، حيفقد الشخص اصلا الشهيه، ويصير عنده فد شيء خمول وتعب كلش قوي. mental disturbance sorry or mental retardation، نفس هاي الاعراض كانه راح تتكرر هنا بس بطريقه acute، اوكي؟ هنا راح تصير عنده مضاعفات خطيه المسكين الشخص، the organism produce kidney damage، راح تتحطم عندنا الكدني مالته، ما يصير عنده ارتشاح عاده للسوائل. and myocarditis، طلاب هذا المايوكاردياتيس معناها العضلات المحيطه بعضله القلب راح تلتهب، اوكي؟ راح تلتهب، حيصير عنده حتى صعوبة بالتنفس، ويعطل ان هنا يعني اكسد، عملية اكسدت، والاكسجين اللي دا يدخل داخل جسمه يعني كأنه دا يختنق الشخص، يصير عنده وليدنج تو ذا ديث، راح يقود هاي الاعراض كلها راح تقود الى الديث. اذا هذا ما ينطيني مقدمات انه الشخص انصاب مباشرة، راح يضرب الدماغ ويؤدي الى امور اخرى مثل الكدني دامج عند المايوكاردياتيس، اوكي؟ هنا لا، مر بطور اكيوت، بعدين الطور المزمن يلا ضرب لي الدماغ وياي. اذا الطور الاكيوت راح يضرب لي العقد الليمفيه، وراح تطلع لي ألسر بمكان هنا، قلنا اول شيء ألسر، بعدين تضرب العقد الليمفيه، وبعدين بالطور المزمن راح يدخل الشخص يضرب الدماغ ويدخل بمرحله الكوما. الروديانسي طلاب لا، مباشره يدخل هذا الطور، اوكي؟ مباشره يدخل هذا الطور. زين، الابيديميولوجي طلاب، التريبانوسوما روسي جامبيانسي هنا وين موجود هذا وهذا وين موجود؟ شوفوا وياي هنا طلاب، هذا قلت لكم انه ويست اند سنترال افريكا، هنا يتواجد بغرب ووسط افريقيا هذا المرض. البكتر هو من وقلنا تي تي فلاي. هنا ان انيمال اور سيبر هاز نوت بروفد فور ذيس انفكشن، انه ما يصيب الانسان هذا الجامبي، عفوا ما يصيب الحيوان هذا الجامبيانسي، ماكو يعني ما يصيب الحيوان، اوكي؟ فقط الانسان. زين، البروسي والاوروديانسي المنيس هذا مو موجود بالايست افريكا، هنا غرب ووسط، هنا لا موجود وين؟ بالشرق، اوكي؟ هنا هذا الطلاب differ، هذا راح differs from a trypanosoma brucei gambiensis بشنو؟ انه الانيمال اكت از ريزرفاير هوست، اذا هنا المن يصيب همينه يعتبر الحيوان ايضا خازن لهذا المرض. آية مهمه كلش انتبهوا عليها. زين، انا هاي جبت لكم هاي السلايدين حتى تشوفوا، انا مأشر لكم اياها هاي افريقيا عادي، وهو انه هذا الكريبانوسوميسيس افريكانز كريبانوسوميسيس اور السمير سليبنج افريكانز سيكنس. باعوا الجامبيانسي هنا انا مأشر لك اياها، راح تتواجد غرب ووسط، هنا هذه وسط وغرب افريقيا، واما الروديانسي طلاب وين يتواجد؟ شرق افريقيا، اوكي؟ هذا بس للتوضيح حتى تعرفوا وين يتواجدون هذول المرضين. طبعا مهمه جدا الصور، انت كل صورة عندها أحطها أنت مطالب بيها. وقبل إن شاء الله لا يخلص الكورس راح نسوي فد، أعتقد أسوي لكم فد اجتماع نسوي
فشي بالجوجل ميت، نكون اونلاين انا وياكم بث مباشر بصوت يعني، ونحكي كل شيء. اعتقد هذا الفشي احسن. اذا ما قدرنا احاول اسوي لكم فد مراجعه شامله شنو المطلوب من عندك الصور، اذا امتحاننا خلص ثبتوا على الالكتروني طلاب. اوكي، فيعني يا ريت نقرا، ترى يعني اذا انت مصفط ومدى تقرا يعني صدقوني النجاح صعب حتى وان كان الكتروني. انتبهوا زين. هنا طلاب هذا شنو؟ هذا هو عباره عن شخص مصاب بالتريبانوسوما، اخذوا من عنده عينه دم وسووا لها يسموها البلاد فيلم، نسميها هذا النوع من انواع تحضير السلايدات. فمن يشوفون هذه شنو هي الطوبات، هذول مثل الطوبات اللي نشوفها، هذه هي الريد بلاد سيلز. اوكي، هذه هي الار بي سي، هذه هي الريد بلاد سيلز، وهذا طلاب اللي تشوفوه هذا هو عباره عن التريبوماستيجوت، هذا واحد وهذا الثاني. فهنا التريبوماستيجوت انسايد هيومن بلاد، هذه وين موجود؟ داخل الحشره لو داخل الهيومن؟ لا، هذا داخل الهيومن. اوكي، انه انا اعرف انه التريبوماستيجوت موجود داخل جسمنا. اوكي، فهاي اذا تجيك الصوره مثلا واقول لك وات از ذا بوينتد بارت، مهم. اوكي، وات از ذا بوينتد بارت، هاي من هي الار بي سي، وات از ذا بوينتد بارت، تريبوماستيجوت، مهم جدا. زين، هسه الطلاب اجي على الامريكان تريبانوسوميسيس، الامريكان تريبانوسوميسيس او سميناه تشاكاس ديزيز. طبعا ليش سموه تشاكاس ديزيز؟ على اسم العالم اللي اكتشف هذا المرض سماه تشاكاس ديزيز. زين، من هو اللي حيسبب لي هذا التشاكاس ديزيز؟ من حيسبب لي هذا المرض؟ هي طفيلي اسمه التريبانوسوما كروزي. اوكي، تريبانوسوما كروزي. زين، هذا التريبانوسوما كروزي طلاب شنو اكو؟ يقول لي حيزيد انه اكو فطور بالاضافه الى التريبوماستيجوت، حنشوف اكو طور اسمه الاماستيجوت. الاماستيجوت حيكون بدوره الحياه. زين، فالفيكتور فور ترانسميشن هو الريوفيدي باج او اسميها الكسينج باج. ذاك كان اسم الطفيلي اللي اسم عفوا الناقل اللي ينقل لي المرض شنو كان اسمه؟ سي تي فلاي. بالكروزي منو الاسم الناقل؟ هو الكسينج باج. اوكي زين، هذا الطلاب يا طور يا طور راح اشوف الاماستيجوت، عفوا راح اشوف الاماستيجوت داخل جسمنا، وراح اشوف التريبوماستيجوت ايضا داخل جسمنا، وراح اشوف الابي والتريبو داخل جسم الحشره. اوكي، نعيد، الاماستيجوت والتريبوماستيجوت موجودين داخل جسمنا، الابيماستيجوت والتريبوماستيجوت موجودين داخل جسم الحشره، اذا هذا مشترك بيني وبين الحشره هذا الطور. اوكي زين، نكمل. هذا الطلاب هو طور التريبانوسوما كروزي كيرفت سي شيب. هذا الكروزي من اسمه كروزي يبدي بها حرف طلاب بالسي، فتلاحظ الطور مالت التريبوماستيجوت شلون صار يشبه حرف السي. هذا تقدر تفرقه عن التريبوماستيجوت مال الجامبيانسي. شوف هذا شلون يكون رفيع ومتطاول، لكن شوف هذا تحسه انه عريض شويه ويكون شكله سي شيب. اوكي، هنا التريبوماستيجوت ستيج انسايد هيومن بلاد، هم هذه شنو هاي؟ كريات دم حمراء. هذا اذا اشرت لك وات از ذا بوينتد بارت تقول لي تريبوماستيجوت. تو ويتش باراسايت ذس ستيج؟ هذا المن يعود الى طفيلي، يعود الى طفيلي التريبانوسوما كروزي. انت تعلمت على اسئلتي بالعملي. اوكي، وباعتبار انه احنا بنحط صور هنا فانت مطالب بها. طبعا هاي لو كانت يعني امتحاننا مو الكتروني كنت اطالبكم برسم بها، يعني ترسمها بايدك، لكن هسه اذا امتحاننا الكتروني حتجيك الصوره. طبعا انا ما يصير احكي اسئله الامتحان، بس انه حتى تكونون بالصوره طلاب، يعني هذا شيء جديد عليكم انه ما تمتحن الكتروني، بس بنتعاون احنا بيناتنا ان شاء الله، وان شاء الله يا رب النجاح حليفكم كلكم. زين، اجي هنا طلاب على التريبانوسوما كروزي لايف سايكل. شوف دوره حياه التريبانوسوما كروزي. شوف طلاب، هذا المقطع هو خاص بجسم الانسان، راسم لك هذا هيومن. اوكي، هذا هنا نشر راسم لك هذه حشره حطيت لكم اياها. زين، اذا هذه هو الاطوار اللي موجوده داخل جسمي، هذه الاطوار اللي موجوده وين؟ داخل جسم الحشره. اوكي زين طلاب، بداية أريدك تعرف شغلة وتفرق بشغلة، إنه الأول التريبانوسوما بروسي من عضتنا الحشرة بالسليفر جلاند مالتها دخلت لنا الطفيلي، مو قلنا بالغدد اللعابية مالتها دخلي الطفيلي، تمام لو لا؟ تذكرون لو لا؟ هنا طلاب حقيقة هذا الكروزي ما راح تدخل يا الطفيلي بالسليفر جلاند مالتها، لعد شلون حيدخل الطفيلي؟ شوفوا هذه الحشرة بيها ميزة، مو تعظمي هنا بهذا جسمي، من تعظم يصير ضغط على جهازها الهضمي راح تتغوط. بالغائط موجود طور التريبوماستيجوت. اوكي، الميتاسيكليك التريبوماستيجوت موجود بالغائط مال الحشره. نتيجه العظمه للحشره القويه ايش حيسوي الانسان؟ راح يحك
مكان الافضل وياي. بهالحاله حيظل يحك يحك يحك، شو يسوي؟ كانه يخدش الجلد ماده، من خدش الجلد ماده راح كانه هو يدخل لي الطفيلي الى داخل جسمنا، او ممكن تتغوط الحشره مثلا جرحت اني بايدي وقاعده مثلا ما ادري، جتي الحشره نفس مكان الجرح عضتني وتغوطت، شو تسوي؟ عن طريق الغائط مالتها راح يدخل لي الطفيلي وياي لهنا. زين، اهم شيء تعرف لي هنا أنا الاطوار اللي موجوده بجسم الحشره هو منهم الايبي ماستيغوت والميتاسايكليك تريبو ماستيغوت وياي لولا. هذه شنو موجود داخل جسمنا؟ موجود الاماستيغوت وموجود التريبو ماستيغوت. زين، نجي نقارن بالبروتي، منو كان موجود بجسم الانسان؟ فقط التريبو ماستيغوت. تتذكرون الميتاسايكليك تريبو ماستيغوت كان فقط موجود، هسه لا، بالكروزي منو زاد ليا؟ طور الاماستيغوت. تمام لولا، سجلنا هاي الملاحظات. زين، اجي على الجسم الحشره، ذيك ايش كان عندنا؟ ذيك كان عندنا البرو والابي والميتاسايكليك. هنا انا وانا البرو، البرو هنا انا ما خليتنا، فخلص هنا انا ما موجود، موجود فقط الابي ماستيغوت والميتاسايكليك تريبو ماستيغوت وياي. منو الافكتيف ستيج بالنسبه للانسان؟ هو نفسه بالكروزي وبالبروزي، هو نفسه الميتاسايكليك تريبو ماستيغوت. الافكتيف ستيج مهم مهم مهم. زين، لاحظ طلاب دوره الحياه مهمه. When a kissing bug، هاي الكيسينج باج يسموه البق المقبل، اوكي؟ بايت ذا هيومن، ات ويل ديفكت، هنا ايش حتسوي؟ حتتغوط، عندما حتقرصنا هذه الحشره راح تتغوط، اون ذا هيومن سكين. باسز، هنا من تغوطت هاي الحشره، ايش حتطلع ويا الغائط مالتها؟ باسز ذا ميتاسايكليك تريبوماستيغوت، مررت لنا هذا الطور موجود بالغائط مالتها، شوفوا هياته. زين، in the feces. This stage enter the human cells، هذا الطور راح يدخل الى خلايا الجسم through wound، عن طريق الجرح، or after scratch the skin، او بعد انه نخدش الجلد مالتنا as a result of the bitten pain، نتيجة الم العضة، and then transformed inside the cells into a mastigot. زين، هنا هذا الطور طلاب دخل الى داخل جسمي، اوكي؟ okay. اذا خلي بالك شغلة انا حجيبها طبعا مهمة، إذا الطفيلي ظل بالدم، شوفه، إذا الطفيلي ظل بالدم يبقى بطور التريبو ماستيغوت وياي. إذا هذا الطور قرر يدخل إلى أنسجة الجسم أو خلايا الجسم راح يتحول من طور التريبو ماستيغوت إلى طور الأماستيغوت. شوف شلون مسوي لك إياها، سهم رايح راجع. إذا هذا قرر يطلع من الخلايا مالتنا، من خلايا الجسم، اوكي، او من خلايا التشو النسيج مالتنا، راح يتحول الى طور التريبو. اذا بقى بالدم هو تريبو، اذا موجود بالخلايا هو الاماستيغوت، واللي يكون فاقد الصوت ويكون بشكل كروي. شوف هنا شلون متجمع مجموعه من التريبو الاماستيغوت، سوري. زين، فهنا طلاب نكمل، من دخل transformed into amastigot which is multiply inside the human cells and transformed into tripomastigot which is blast out of the cell and enter bloodstream. اوكي، اذا هذه هنا ممكن الخلايا الموجوده بالنسيج ما تتحمل، تنفجر، راح يطلع جزء من هذا الامستيغوت للدم ويتحول الى طور التريبو ماستيغوت وياي. اذا هذه الطورين مهمه. طلاب هنا من يجي تجي الحشره حتعضنا، هاي تجي الحشره تعضنا هنا. وين كيسينج باك تيك بلاد ميل فروم هيومن ات واز تيكن ذا تريبو ماستيغوت، من تجي الحشره تعضنا يا طور حتاخذ طور التريبو ماستيغوت which is found in human blood. The tripo mastigot then transformed into epimastigot. هذا التريبو راح يتحول الى طور الابيماستيغوت in the mid gut and then into metacyclic tripomastigot in the hind gut of insect. اذا هذا اريدك تكتب يمه، هذا وين موجود الطور؟ موجود بالهايند gut. شوف انا كاتبت لك اياه هنا، وين موجود هذا الطور؟ موجود بالهايند gut. هناك وين كان هذا الطور موجود الميتاسايكليك؟ وين موجود؟ شوف لي اياها، وين موجود؟ عفوا، وين موجود الميتاسايكل؟ موجود بالسليفر جلاند. هذا فرق مهم. اذا هذا شلون قلت لك تعضني تدخل لي الميتاسايكليك، ذيك لا، تعضني تتغوط يدخل لي الميتاسايكليك وياي. زين طلاب، هنا خلصنا من دوره الحياه. اذا هنا تكتب لي عن هذا وين موجود الطور؟ بالهايند جات اوف ذا انسكت. هيك تجي الاسئله ترى، اوكي. زين، هذه طلاب هي عبارة عن دورة حياة أخرى للتريبانوسوما، اللي ما فهم ذيك الدورة يقدر يرجع على هاي الدورة ويشوفها، همين سهلة وكلهم أشرة، أوكي؟ زين، أجي هنا أنا طلاب على الباثوجينيسيس الإمراضية during the acute phase and the chronic phase. During the acute phase هنا أنا يعني شنو تو دخل قلنا الطفيلي الأكيوت فيس الطور الحاد، إيش حيصير عندنا؟
اول شيء طلاب مكان العضه اكو فد شيء حيصير عندنا اسمه تشاكوما، اوكي؟ اسمه المرض هو قلنا تشاكاس ديزيز، فبمكان العضه اكو فد شيء حيسمونه اياه تشاكوما. بعدين يقول لي هنا ذا اورجانيزم، هنا بس مجرد يشرح لك الحكينا بدوره الحياه، يقول لك ذا اورجانيزم اوكير ان بلاد تيبيكال، شنو هو الريبوماستيجوت ان ان ذا ريتيكولو اندوثيلال سيلز، ار هو شنو اسمه الاماستيجوت، اذا اللي موجود بالخلايا الريتيكولو اندوثيلال سيستم اللي حكينا عنها طبعا المحاضره اللي فاتت، وعرفتوا انه هو هذا عباره عن الخلايا المناعيه الموجوده داخل كل عضو، قلنا اللي موجوده بالكبد، اللي موجوده بالدماغ وغيرها. هنا أنا اذا موجود بالدم يطور التريبو، اللي موجود داخل الخلايا الاماستيجوت، مجرد هيك دي يشرح لك. زين بعد اذا من اقول لك explain the pathogenesis of Chagas disease in the acute phase، اشرح مثلا الباثوجينيسيس بالاكيوت فيس ايش حيصير عندنا. اولا التشاكوما هاي رقم واحد، اثنين كمل وياي راش حيصير عندنا في الطفح، ثلاثة edema around the eyes and face حيصير عندنا طلاب شلون تتورم العين والوجه. هسه حشوفكم شلون، شوف لاحظ وياي هذه طلاب تشوفوا هذه هي تشاكوما، اوكي بمكان العضه راح يصير عندنا ادمه بالعين، راح تتفخ العين، اوكي شوف هاش تشاكوما شلون كانه عبك محفور اللحم، اوكي وهذا هو تورمات شنو عندنا هنا العين، هاي صار عندنا ادمه. اذا نرقم واحد تشاكوما، اثنين راش، ثلاثه ادمه اراوند ايز اند فيس. زين عادة هذا طلاب الطفيلي يضرب لي عضلات القلب، اوكي هاي رقم أربعة، وممكن يسبب لي النيورال دامج، هاي عوفها النيورال دامج هسه، اذا رقم واحد اثنين ثلاثة هاي الأدمة، أربعة طلاب شنو حيصير عندنا؟ حيصير عندنا سخونة، أربعة chills قشعريرة، خمسة ملايجة and fatigue حيصير عندنا تعب بالعضلات، وهنا ستين كان صارت fatigue معناها إرهاق، تعب وإرهاق حيصير عندنا الشخص. زين هذه هي طلاب السيمبتومز مال، ممكن تجيك صورة وأقول لك هاي منو يا طفلي حيسبب لي هاي السيمبتومز الأعراض، فأنت مهم تعرف. زين بحالة الكرونيك فيس طلاب، حالة التطور المزمن، شنو حيضرب لي هذا الطفيلي؟ The organism persist in the amastigot form، طبعا هو حيتواجد اذا بقى خاتل بالنسيج او بالخلايا مالتنا، اوكي ايش حيضرب لي هذا الطفيلي؟ اذا اول شيء الرقم يصير عندنا الهيباتوسبلينوميغالي، انتفاخ طلاب هذا الهيباتوسبلينوميغالي هذا مصطلح نطلق عليه من يصير الشخص يصير عنده انتفاخ كبير بالبطن نتيجه تضخم عفوا الكبد والطحال. اثنين عندنا حيصير عندنا المايوكاردياتيس، مرت علينا هاي الكلمه ذيك الساعه وهي معناها التهاب العضلات المحيطه بالقلب. ثلاثه طلاب حيصير عندنا اللارجمنت اوف ذا ايسوفيجاس، وعندنا اللارجمنت اند كولون، هنا شو يسموها؟ يسموها الميجا ايزوفيجاس والميجا كولون. شنو الميجا ايزوفيجاس طلاب؟ يعني من راح يقول لي راح ينتفخ المرء مال الشخص، ليش؟ تخيلوا حيصير عنده يتوسع جدا المرء مال هذا الشخص وما يقدر اصلا يبلع، صعوبه بالبلع عنده، او انه يتوسع القولون مال الشخص، الامعاء يعني تتوسع جدا، الامعاء الغليظه تتوسع مال هذا الشخص وخطيه يصير عنده شنو؟ امساك شديد، اوكي؟ فهاي الاعراض جدا خطره، اذا رقم واحد بالكرونيك فيس الهيباتوسبلينوميغالي، المايوكاردياتيس اثنين، اللارجمنت اوف ذا ايزوفيجاس اند كولون ثلاثه، حيصير عندنا هنا يصير بالدماغ يطلع له الجرانيولومات الجرانيولوما او الجرانيولوماس، يعني شلون طلاب فت كتله ورم يطلع للشخص، اوكي؟ هاي رقم اربعه، يصير عندنا امنينجيوس انسفلايتس التهاب بسحايا الدماغ، ستة death هنا راح الشخص هذا يموت لانه انتو من دريتوا انه صار عنده التهاب سحايا الدماغ معناه حيدخل بدور كوما، حيصير عنده هنا شوفوا قايل لك هنا راح يتحطم اعضاء اخرى من النسيج من الجسم القلب، ويعني حيصير ارتشاح للسوائل، يعني حيصير عنده فت خربطه كلش كبيره وهمين يقود الى الديث هذا المرض. زين هذا المرض قلنا وين موجود؟ موجود بامريكا، القبله موجود وين؟ بافريقيا. طلاب الإبيديميولوجي لاحظ اني وياك بس انه قلت لك تريبانوسوما كروزي انه ينتشر وين؟ بنورث سنترال اند ساوث امريكا، هذا الطلاب بالضبط هذا هو انتشار المرض، لاحظ وياي هو اسمه تشاكاز ديزيز اور الامريكان تريبانوسوميسيس،
هذا الطلاب شنو هاي الصورة خليت لكم اياها، هذا وقت شلون حتفرق بين تريبانوسوما كروزي شكله وتريبانوسوما بروسي، هذا يشبه السي شيب، ما دام يشبه السي شيب هذا هو يبدي كروزي، وهذا البروزي يكون لا متطاول ورفيع، هذا طول التريبوماسيجوت، هذو اثنينهم تريبوماسيجوت وياي لو لا. اوكي هذا الاندايلويتنج ميمبرين وهذا الفري فلاجيلا. اوكي طلاب هاي هي محاضرتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا منها، اي ملاحظات رجاء سجلوها حتى نطرحها خلال محاضرتنا القادمة ان شاء الله. شكرا لكم.